رجعنا لكم الجديد، مرحبا بكم الناس الكل كذلك اللي التحقتوا بنا في المشاهدة، أهلا وسهلا. وقيد نرهين بكار تقول لنا الفلزين، نرهين صباح النور. صباح الفل. مازلت مسافرة أنا ولا رجعت؟ مازلت. يلا خلينا نسمع شنو باش يقول لنا الحظ لليوم الثلاثاء. أغسطس. الحمل يوم بخمسة نجوم، تأثيرك في المحيط واضح وحجج منطقية تخليك تتغلب على المصاعب، مع فرص مالية ضخمة تباشر مفاوضات واتصالات واسعة، قرر منطقية وانطلق في نشاطك وابعد عن المحيط الاعتيادي. الثور كن حذر وذكي وجابه المستجدات بحكمة، تصير الأمور كما تخطلها، خفف من عصبيتك وحافظ على صبرك وهدوءك. الجوزاء تعيش تغيرات جذرية في الأمور المهنية، على هذاك يلزمك القيام بأعمال متأخرة لتقليل الضغط وربح الوقت لنجاح مشروعك الجديد. السرطان تعيش مرحلة جديدة، أنت قايد بطبعك، نهار مزيان مليون بالوعود، بالوعود الجريئة. مليون ولا مليء؟ مليان بالوعود الجريئة. خبيبة تحلب بفلوس الصباح ولا كيف؟ مليون بالوعود. والله البرج شنو هذا؟ سرطان. سرطان يقول لي خليتها كملت. كمل. استقرار مهني ومالي. أيوة. الأسد برجك يعطيك القوة والحماس، اليوم يشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصلحتك المهنية، كون على ثقة أنه الحركة أي حركة تقوم بها في العمل وإلا في الصحة مش تكون مفيدة ورابحة ليك. العذراء نهار هادي تكتفي بأنوار بسيطة، تجنب قرارات متهورة، حاول تجنب الجدل. كون حافظ على جهدك وأعرف تتصرف وتميز في قراراتك. الميزان. أيوة. يوم ممتاز مدعوم من الأصدقاء والمحبة والجو الإيجابي، خليك تبذل جهود كبرى لتسوية بعض الأوضاع وفهمها وتنجح في هذا. العقرب الأجواء غير مناسبة، حاول تواجه الأمور بموضوعية، كما يلزمك القيام بأعمال متأخرة، حاول توفق بين القديم والجديد باش ما تكونش ضحية التراكم في العمل. القوس من أقوى وأنجح الأبراج، تجني اليوم جهودك المهنية، الأموال والأرباح فرحة كبيرة في انتظارك على هذا الصعيد. الجدي أيوة. الأجواء لباس بها، حاول أنك تتخذ الأمور بهدوء، التوابع الفلكية تصب في مصلحتك، عامل الوقت مساعد وداعم ليك للمفاوضات والسفر. السفر ما زلت ولا رجعت؟ انا ديجا في السفر، انا مازلت ما رجعتش. احلى باش تسافر، هاي محضره الفاليز ديجا. قول كن حذر، ما تنفعلش، جانب المشاكل، انتبه للأوضاع مش لمصلحتك. ننصحك ما تغيرش اتجاهاتك، خلي الوقت هو اللي يغيرهم. لا الوقت، الوقت اكيد نقدر نستنى في الوقت. الحوت تعيش نهار طويل معاه برشا مسؤولية، حاول انك تركز في الشؤون المادية، كون واقعي في كل شيء وافتح افاق للتواصل والتفاهم. يعطيك الصحة يا نرهين، شكرا لك، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم فل. ديما توكلوا على ربي واستبشروا خير، ديما استبشروا بالخير وتفائلوا بالخير وقولوا باش يصيروا لنا كان الحاجات الباهية. أكيد تو الحاجات الباهية وحدها تجي أكيد، وحتى كان جاتنا حاجة خايبة لازم ديما أكيد نتعداوها، وديما ربي كيما خلق راهو الخايب فما الباهي برشا في الدنيا هذه. شو آخر نبدأ نتعداو الموجز بأهم الأخبار، نبداو طبعا بأخبار ليبيا، نعرفوا آخر المستجدات في ليبيا الشقيقة، من ثم نرجع على أخبارنا الوطنية كالمعتاد، من بعد نرجع للتحليل والنقاش مع صهيب المرزيقي الناشط السياسي بما يخص الصحف الوطنية.